السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل اللي كنا نشتغل فيه بالفيديو الماضي، وهو نكمل تجهيز الحصن. مع إنه اليوم يعني صارت الساعة 6 يعني تقريبا، منكم شايفين بالساعة، يعني بين ما نخلص بننام بكرة الصبح يكون شفنا الحيوانات زاد سعرهم. بس اليوم لازم نأمن لهم ستري وأكل، أهم شيء. بس الحين ما لهم جزء، بس لازم نأمن لهم كمان. لانه تتذكروا مشي مشي تمام مشيت. طيب حلو، هلا هي شغاله هون تمام. التراكتور تبعي هذا هون، خلينا نروح نعبي شوي وبنروح بنفضي، وبعدين بنروح بنكمل شريط اغراض للحصن. اليوم بدي اروح اشتري طبليت بالجريس، ومصاري ما عندي، كان عندي مصاري كنت اشتريت مكان الستري. بس يلا بس خلصنا هذا العقد او العقد الثاني، اتوقع رح يصير عندي مبلغ منيح. يعني العقد هذا خلصته بيعطيني 100,000. طيب نضل ماشي جنبك شوي لاخر الطريق بين ما يصير فيها 85%. طبعا العبيس شلون انت بتثبت هيك السرعه وبتضبط هذا الاشي مع انه كل شيء ثابت؟ يعني شفتوا الساعه صارت لونه خضراء. هذا مود بتلاقوه موجود بصندوق الوصف تحت، تنزلوا تحت في ملف اكسل بتقبسوا عليه بتعبدوا. هنيك مكتوب مود تثبيت السرعه، فبتقدروا تحملوا عليه او تاخذوا اسمه وتروحوا اذا انتم مشتري اللعبه، بس تدخلوا تلاقوه بين المودات وبتثبتوا. وشلون طريقه عمل هذا المود؟ هو مثل ما انتم شايفين تحت، في عندك شيفت ليفت يعني اليسار، الشيفت اليسار مع اربعه او ثلاثه. طبعا بلاي ستيشن والتليفون بيختلف هذا الشيء. الاربعه بيوحد السرعه، الثلاثه شيفت ثلاثه ايش بيصير؟ بينزل سرعتي. يعني شوفوا هلا مثلا اذا بس شيفت ثلاثه شوف شلون صارت سرعتي رقم 10 تمام. بس هذا ليش سكر؟ جزء ثاني بعت عنها فسكر. شوف مثلا هذا هيك برجع على واحد السرعة، بس هلا رح ازيد انا سرعتين انت حد شايفينها. والله ما كان قصدي اني افصلها يا معلم، انا كان قصدي انه اضل ماشي جنبها. خلصني يلا كل حل وسط الموضوع لاخرتها، ولا نستمع لبين ما يلف. حلو اشوف هلا انا جبت هيك بالنص، بتضل بالنص تماما، لا تقرب ولا ترجع. جميل هذا المود يعني جميل. بس لو انه في مود تاني هيك يعني لو يلف يضل مع لفتها يطلع شي بومباستك صراحة. طبعا شفت اربع ايش ميزتها؟ انه مجرد ما انت تكبس دبليو ومشيت خلاص فك المود تمام. اما هديك بضل صوتك 10، يعني بضل الرينج التثبيت 10. يعني لو ثبتت السرعه على كبست رقم 3 على 53، اما هنيك بيصير 10 بس، هي النقطه الفارقه. طيب هلا شوفوا يا شباب، رح اعمل شيء. هلا خطرت في بالي فكره، بانه انا عم بتعذب بالروح وبالرجعه، هي تقريبا سعتها شوي صغيره، عم بفكر اني ابيعها واخذ قرض من البنك واشتري تريلا اكبر، يعني شيت اكبر واضخم تمام. شو رايكم بهالفكره هاي؟ تأيدوني ولا لا؟ والله عجبتني، تعال نجربها. خلينا ندخل اول شيء على الشوب ووقفوا. طيب اول شيء ندخل على الشوب بنشوف ايش في تريلات. اول شيء بنشوف تريلتنا اللي هي هاي اللي معنا، يمكن تستوعب 21,000 يس. طب بنشوف هاي 39، ما هي محرزة كتير يعني صراحة، والفرق ايه تمام يا شباب. هلا بعد ما نحن حملنا فضينا زبطنا كل اشي فضيناهم تقريبا الاغلب، فهلا بدي بفكر انه لازم نحن نروح منجيب اكل للحيوانات مثل ما يكون شايفين. هلا هون في مطلوب بالنهاية وجريس، يعني اذا جبت طبلية بطبلية فاتوقع وضعي رح يصير يعني 35 وسب 40، يعني شي 80 85، وهن 10 او مو 10 و15 صار تقريبا 100%. لا مو 100%، ضل ناقصنا 10%. هي العشرة هاي ضلت، هاي بعدين بنشوفها تمام. فبدي اروح اشتري طبلية بطبلية تمام. فخلينا ندخل اول شي على الشوب هون بدنا جريس وبدنا هايد. طبعا هذا الهايد، بس الجريس وينه؟ هلا هذا الهايد، هلا هذا هايد ولا جريس؟ والله ما نعرفين. هلا هذا شو؟ هلا هذا مو هايد، لا هذا هايد. طيب هات وحده من هاي تمام، وهات لي وحده من هاي. طبعا راح اروح اجيبهم بايدي او مو بايدي، باخذ التراكتور هذا اللي معي
اها نفس العاد وبروح نجيبه. طبعا قبل ما نروح نجيب، هذول خطرت في بالي انا، هون في عندي عقد في حصاده وفي سياره شحن وصغيره الارض، تمام، فرح اخذها هي وماكيناتها، لان العقد اللي ياخذوه جدا كبير اللي هو هذا رقم 12 كثير ضخم، فراح يساعدني بكم جدا كبير اني اشتغل. فاول شيء خلينا نروح ننقل المعدات الحصاده هي والسياره، شغلهم بالارض رقم 12، خلينا نبلش فيها اول شيء. وهي سيارة الشحن وهي ينفردوا لهي الحصادة، وبنفس الوقت هاي سيارة الشحن تنفرز للأرضين، وبنفس الوقت التراكتور الموجود هنيك أنقله يشتغل معي. فبيكون أنا هيك ضربت عصفورين بحجر واحد، فهمتوا علي؟ والله أتوقع أنكم فهمتوا أكيد فهمتوا. طيب خلينا نروح على الأرض رقم 11، هي أتوقع تحت صح؟ تحت صح. والله جابت العقدين كتير حلوة. طبعا هاي راح توقف تساعدني انه اشتغل اكثر، بس اول مره رقم 11 دور رقم 12 اخلص منها واشتغل بالارضين سوا يعني. بعدين والله كان في كمان عقد كتير حلو رقمه كتير حلو، بس راح علي لانه كنت عم بفكر يعني راح. المهم هلا هذا راح ابلشه، خلي بلش من الطرف الثاني من الارض افضل. بس ليش هيك؟ والله الشمس راح تغيب يا معلم، ما راح الحق. بس يلا ان شاء الله اشتغلوا كويس، يعني لما يكونوا حصادتين عم بيشتغلوا افضل من حصادة واحدة واسرع. وبنفس الوقت سيارة الشحن بحطها لي افرزها لهذول الحصادتين، يعني يصير يفتر على الاثنين، وهذاك بيفتر بيفرض لحاله بيشتغل لحاله، فهمتوا شلون؟ ويعني لا صح، هذاك ما يصير عندي تراكتور فاضي. ايوه بصير عندي تراكتور فاضي صح، راح ابيع التريلا. ايش لازم نسوي؟ صار عندي التراكتور فاضي مزبوط، انا نسيت. طيب على كل حال خلينا هلا نصفهم. منها اشتغل معلم وقت يسر، جميل جدا. طيب هلا هي هاد السيارة، هو حاليا بالوقت الحالي مي ضرورة كتير يعني للسيارة. هلا بشوف جميل، خليني اطلع صفها على راس الشارع بالدخلي اعصفها عشان بس فضي ارض مباشر ولعندها او من يعني مكان صار مجروح شر. تمام هروح على التراكتور تبعي وهات ايوه هات هذا، راح اروح اكمله هلا واروح افضيه واشتغل شغله ثانيه. اشتغل الخط تستفيد، هي نقطة على ان كل الناس تتفق عليها، بس المشكلة وين؟ انه مكان التفريغ الثاني كثير قوي جد، يعني مكان تفريغ مو هذا العقد اللي بعده. مين صار فيه 80%؟ بس انا اشتغلت يا شيخ هذا الاي، انا هذا الاي هذا شو اسمه؟ يمكن هذا الاي. والله امي امي قدمنا منه، انا بفضل منه شوي ونرجع لك فيها بعدين. يعني هيك بخفف ضغط جدا منيح يعني. اوه هذا لفت ولا شكل. طيب هنا نشغل ادوية، بلشت تغيب الشمس وعلى ست تماما. هلا شو رح اسوي؟ هلا بانه رح افضيها رح ابيعها، بس ما عندي مصاري اشتري اكبر. اذا بفكر اشتري اكبر، تذكرت انه ما عندي مصاري اشتري اكبر. طيب خلينا هلا معك زين عليها، ما راح نبدل. حلو صار 25%، ما بعرف كم تري بفضل ثلاثة صار 25%. خلينا نروح نجيب الكريس وال
والهايب من الشوب وروح حطهم للحصن وننهي الفيديو. وان شاء الله نرجع لكم بالفيديو بكرة، مو بكرة بعد بكرة، لان فيديو بكرة بينزل بالقناة الثانية. بعد بكرة ننزل لكم بفيديو جديد، واتوقع رح ينزل فيديو سريع يعني، ما يعني بس كون تسجيل، ما رح احكي فيه شيء ابدا. ومثل ما انكم شايفين هيك حطينا كل شيء نحتاجه في الاكل. شوفوا حطينا الاثنين صاروا حسب اليوم هاي. ايوه حلو هاي. بعدين الجريس الشيء اللي بيجي هيك يعني بكون مفروض خالص، ما بصير انه يكون عبارة عن شكل كتلة. فلذلك يكون لو وصلنا نهاية الفيديو ان شاء الله بكرة بنكمل نشوف شو يصير معنا. وبس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.